فتاوي وفتاوي بتملى المواقع، وكله يقولك كلامي ده واقع، وفين الحقيقة ولا حد عارف، كأنه لوحده اللي فاهم وشايف. نحتاج نفكر ونبحث كتير، الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير، ولا حد مهما مكانته يقول، نمشي في طريقه ونلغي العقول. حكاوي وفتاوي بتملى المواقع، وفين الحقيقة ولا حد عارف. حكاوي وفتاوي بتملى المواقع، وكله يقولك كلامي ده واقع. حكاوي وفتاوي بتملى المواقع. دلوقتي أمينة، في مشكلة عندي. لما اجي اقرا في تكوين 5 بلاقي ان ربنا بيتكلم بيقول ان اخنوخ صعد للسماء، وفي نفس الوقت لو مشينا شويه في الكتاب هنروح على ملوك 2 هنلاقي برضو ان ايليا صعد للسماء. طب ازاي، منين انت بتحكي لي عن شخصيات اهو في التاريخ الكتاب ذكرهم ان هم صعدوا للسماء، وبيجي المسيح بيقول في يوحنا 3 ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان؟ تمام. فبحس ان هي كان فيها ايه تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد في الحته دي. وانت بتقول ده صعدوا، في نفس الوقت مفيش حد صعد الا هو. انا عندي مشكله ان هم صعدوا اصلا. هو لازم نفهم برضو يعني ايه معنى الكلام ده، ايه القرينه اللي المقصوده بيها. يعني مثلا نتكلم عن اخنوخ، صار اخنوخ مع الله ولم يوجد، يعني الناس ما شافتوش، هو طلع للسماء فعلا، بس ايه معنى كلمه السماء هنا؟ او بالنسبه لايليا برضو نفس الفكره، ببساطه السماء بالنسبه لهم هو مكان انتظار الارواح ببساطه، ده العادي، اي زي اي حد بيموت، ده مش مات موت عاديه، لكن ده صعد كده لمكان انتظار الارواح، فده بالنسبه لهم. لكن طبعا ده مختلف تماما عن الرب يسوع بيقصده عن نفسه، ليس احد صعد الى السماء هنا الا الابن الانسان، يعني النازل من السماء، ده مقصود بها ايه؟ ده بيتكلم هنا على السماء بمعنى الشركه الاخنوميه مع الله الاب في الثالوث، يعني الاتحاد ما بين الاب والابن. مين شاف الاب واتحد بيه الا الابن؟ هو عايز يقول كده، فهمت الفكره ايه؟ اختلاف خالص عن انسان عادي صعد للسماء، وصعد هنا السماء معناها بس اختطف كده للسماء في وروحه راحت لمكان انتظار الارواح. طب ايه هي القرينه اللي خلتنا او الايه اللي خلتنا نقول لا ده السماء اللي مقصود بيها هنا هو السماء الشركه الثالوثيه اللي هو الله اللي هو الاب والابن والروح القدس، وخلينا نقول على اخنوخ وايليا ان هما لا السماء هنا مكان انتظار الارواح؟ هنا بالنسبه لاخنوخ وايليا الدنيا بسيطه، لان السياق نفسه بيتكلم ان ايليا مثلا اتاخد وراح طلع للسماء كده وخلاص، فواضح ان حياته هنا على الارض انتهت. لكن السياق بتاع انجيل يوحنا بيتكلم عن ابن الله، ابن الله، الله لم يروا احد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو كبر. فواضح قوي من الكلام اللي اتقال قبليها ان الابن ده هو اللي كان في حضن الاب، هو اللي كبر، مفيش حد شاف الاب، محدش عارف جوهر الاب، لكن مين اللي عارفه؟ اللي متحد معاه في نفس الجوهر اللي هو مين؟ الابن. فهمت الفكره؟ سياق السفر ده بيتكلم عن ايه؟ السفر ده زي انجيل يوحنا بيتكلم عن لاهوت الابن، المسيح ابن الله، وهكذا. ماشي يا مينا، انت حلت لنا المشكله شويه اللي في تكوين 5، لكن لما نيجي لتكوين 6 و7 في قصه الطوفان ونوح، انا عندي مشكله في عدد الحيوانات اللي دخلت. ربنا قال له انت تاخد 2 ولا تاخد 7 ولا وعنده مشكلة ازاي اصلا الفلك ينشال الحيوانات دي. حلو قوي، ده كلام جميل. اولا لازم نعرف، او لو احنا بنقرا كده قرايه متأنية، ان ربنا قال لنوح خد 2 من كل انواع الحيوانات، يعني ذكر وانثى عشان الحياه تستمر، لكن قال له من الحيوانات الطاهره خد 7. الحيوانات الطاهره دي اللي بتقدم منها ذبايح. طبعا لان احنا فاهمين ان من اول شايفين قايين وهابيل قدموا ذبايح، فواضح جدا ان من اول ادم او من بعد السقوط ادم كان عنده هو وعيلته مفهوم عن تقديم الذبايح. دي حاجه قد تكون باعلان خاص من الله، يعني ربنا هو اللي اعلن لهم كده وقال لهم ازاي يكونوا بيتقربوا منه من خلال الذبايح، ودي حاجه طبعا حصلت قبل ما كل الشريعه كلها تتم، يعني ايه حيوانات طاهره ونجسه. فواضح جدا ان ربنا كان بيقول له اوعى تنسى وانت داخل لحياه جديده اللي هي بقى بعد ما بعد الطوفان، اوعى تنسى عبادتك ليا، اوعى تنسى ان انت هتقدم ليا ذبايح، وعشان كده خد عدد اكتر، 7 ازواج مش زوجين بس، من او مش 2 يعني 7 7 و7 من الحيوانات اللي هي الطاهره اللي هتقدم منها ذبايح. ليه؟ عشان يقول له ان خلي بالك، مهم جدا عندي، مهم جدا يكون عندك في علاقتك معايا انك تكون مقدر يعني ايه عباده، وتقدم ليا ذبايح وتشكرني وتعيش معايا وانت خاضع لي. فدي بالنسبه للذبايح، فهم 2 من كل الحيوانات، لكن 7 بس، 7 و7 من ايه؟
الحيوانات الطاهره اللي ينفع تقدم ذبائح. بخصوص سؤالك بقى التاني بتاع ازاي الفلك يشيل العدد ده كله، العدد الرهيب ده كله، هو فعليا اللي دخل الفلك مش كل الحيوانات، يعني مش كل انواع الحيوانات، او مش كل بقى خلينا نسميها بالطريقه اللي احنا بنقولها دلوقتي، مش كل الفصائل بتاعه الحيوانات طبعا دي كتيره جدا، لكن الانواع الرئيسيه اللي هي راس الكل العيله بتاعه الحيوان ده. يعني مثلا عشان تبقى واضح معايا، الكلاب والذئاب والتعالب واولاد قاوي وكده، دول حيوانات شبه بعض كلهم، لكن ليهم راس، يعني حد نوع منهم هو اللي فيه كل الجينات بتاعتهم. لو مثلا يعني هقول ان هو الذئاب، فهو ده اللي خد منه نوع الزوجين، لكن ما خدش مثلا انواع الكلاب اللي هي الكلاب الحراسه والكلاب اللي مش عارف ايه اللي هي عندنا دلوقتي انواع دي. وده بقى اللي يقول لي ان انا ما عنديش اي مشكله خالص في موضوع التطور اللي هو الصغير، المايكرو ايفوليوشن، اللي هو عباره ان نفس النوع نفس النوع ده نفسه ممكن يخرج منه انواع تانية كتير، زي مثلا الذئاب ممكن يخرج منها الكلاب والتعالب ومش عارف ايه، والكلاب دي تبقى انواع كتير، واحد مشعر وواحد مش مشعر وكده. نوح ما خدش كل حاجه، نوح خد الحيوانات الرئيسيه واللي حجمها صغير كمان، اللي ينفع تتوالد، يعني ينفع عقبال ما الطوفان يخلص هم سنهم صغير يكبروا ويبقى قادرين يتزوجوا ويخلفوا. ما خدش معاه مثلا اسد كبير قوي، لكن خد معاه شبي، فاهم قصدي ايه؟ زوج وزوجه، بس من حيوانات صغيره مش كبيره، عشان تقدر تكمل الحياه وتتزوج من بعد كده وهكذا. فده اللي قصدي عليه. فحجم الفلك بتاع نوح ده كان كبير جدا، الكتاب بيقول عنه ان هو كان 300 ذراع في 50 ذراع في ارتفاع 30 ذراع، يعني ده حاجه كده ضخمه رهيبه، بحجم استاد، بطول الاستاد بتاع الكوره ده كده، فدي حاجه مش صغيره خالص. وثلاث ادوار، ده يسيع ان هو يكفي انواع من الحيوانات رهيبه جدا جدا من غير ما طيب. في مشاكل، يعني هو في مشكله، يعني في مشكله في فكره الطوفان ذات نفسها. يعني الطوفان ده مش ممكن يكون مقتبس من ديانات تانية، او من فكره الادب اللي في الشرق الادنى القديم، من الاساطير يعني بالظبط. بس خلينا نفكر، تعال نفكر مع بعض بالعقل قبل ما نتكلم على اي حاجه. دلوقتي فعليا في للطوفان ده يعني قصص، يمكن 500 قصه في اماكن كتيره، في الصين في قصه، وفي ناس في امريكا ليهم قصه، وناس في اوروبا ليهم قصه، وناس في افريقيا ليهم قصه وهكذا، لكن كلهم فيهم تشابه كبير قوي. أسأل سؤال، مش ده يقول لي ان كان في قصه حقيقيه فعلا حصلت، بس بعد، لو انا ماشي ورا الكتاب بقى المقدس صح، بعد ما كل الشعوب دي تفرقت بعد بلبله الالسنه في بابل، وكل واحد ماشي في حته، مش كل واحد بقى حتى لو عبد الهه تانية، كل واحد عمل زي ما كده حط التاتش بتاعه، عمل اضافه، غير شويه في الحاجه اللي هم خدوها واستلموها، الحاجه اللي حصلت فعلا، القصه اللي حكى لهم نوح واولاده سام وحام ويافث من بعديها للشعوب دي، الناس دي لما ضلت كان عندهم حاجه حقيقيه في التاريخ حصلت ومنها طلعوا الاسطوره. وجود اساطير كتير متشابهه شبه قصه طوفان ما يقوليش ان القصه الكتابيه اسطوره من الاساطير، بس يقول لي ان ده الحقيقي. ووجود اساطير كتيره شبهها يقول لي ان هم اللي خدوا منها، لان دي القصه الاقدم. طب ممكن تكون فيضان مثلا في المنطقه وخلاص لا طبعا لا، في يعني في ادله جيولوجيه كتير وناس حولت الموضوع يعني. لا في ادله جيولوجيه كتير اساسا، هو ده اللي بيقول لنا، يعني ايماننا بالطوفان هو اللي بيحل المشكله ما بين العلم اللي بيدرس ويشوف الحفريات اللي هي بقول لك كام مليون سنه، والكتاب المقدس اللي بيقول لي عن خليقه ما تعديش الالافات الاف من السنين. ليه الفكره دي ببساطه؟ لان الطوفان اللي حصل ده غير في شكل القشره الارضيه. الكتاب بيقول ان الطوفان ده مش مجرد امطار نزلت، لكن انفجار ينابيع الغمر. يعني ايه انفجار ينابيع الغمر؟ يعني انفجار ينابيع من الارض كده، من تحت الارض دي نفسها خرجت منها ميه قلبت القشره الارضيه، حتى من البحار، يعني حتى من جوه المحيطات والبحار نفسها خرجت منها ميه وقتلت سمك. عشان كده المشكله كانت في كله. من ضمن الادله الجيولوجيه اللي ممكن نلاقيها مثلا ان في حفريات لسمك فوق رؤوس الجبال، يعني ايه اللي جابها هناك بالظبط؟ الا لو كان في فعلا قصه الطوفان دي موجوده. التغيير مثلا اللي في حاجه زي اسمها جراند كانيون، اللي هو الخدود العظيم اللي في امريكا، شوف الطبقات الرسوبيه بتاعته والحاجات دي كلها، بيقولك ده في حاجات مقلوبه، في حاجات مش موجوده، يعني مش زي نفس الترتيب الطبيعي اللي احنا ممكن نتخيله في اماكن تانية. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان قد تكون القشره هناك ممكن تكون اتقلبت، في حاجات مختلفه. لما تلاقي في حفريه لشجره محفوره كده كلها ومن حواليها طبقات رسوبيه، يعني طبقات مختلفه من عصور مختلفه، طب ازاي هتكون الشجره دي هي بقى قاعده تنمو يعني في وسط العصور دي كلها، ولا الشجره دي الطوفان خدها وحطها فعلا في وسط الطبقات اللي اتاثرت كتير بسبب الضغط اللي حصل وضغط القشره الارضيه وكده. حتى المعطيات بتاعت العلم اللي هو بيعملها، العلم مش بيقول حاجات غلط، بس العلم بيقول بحسب المعطيات اللي عنده، لكن بيشيل الطوفان من حسابه. فمقدار كبير من الضغط ومقدار كبير من الحراره اللي اتغيرت ممكن تكون اثرت كتير جدا على حسابات العلميه.
طول ما احنا شايلين فكره او قصه الطوفان دي من حساباتنا انها قصه تاريخيه حقيقيه حصلت، هنفضل ماشيين وشايفين ان في صراع ما بين العلم وبين الكتاب المقدس. ليه؟ لان العلم ليه معطيات بيدرسها ويطلع منها نتائج، لكن هو في معطى من المعطيات دي اللي المفروض يظبط المعادله كلها مش بيحطوا فيها، فبيطلع نتيجه معينه. اوكي، النتيجه دي بحسب المعطيات دي صح، لكن لو حطيت معطى تاني النتيجه كلها تبقى سليمه. فهمت قصدي ايه؟ ده كده على بعض يعني، فكره سواء كان فصائل او انواع او وجود الطوفان العالمي اللي بيقول ان نفس الحفريات دي موجوده في اماكن كتيره متنوعه، التغيرات الجغرافيه، الادله كتير قوي جيولوجيه وهكذا. طب دلوقتي المشكله بتاعت مساحه الفلك حليناها الحمد لله، مشكله بقى الفكره ان ده فلك برضه معمول من خشب. فمثلا لو هنيجي مثلا مثال دلوقتي زي احنا موجودين مثلا في عصرنا دلوقتي، مثلا تايتانيك مثلا لما جيت اول رحله ليها مثلا، ودي فولاذ بقى وحديد وتمام، لما خبطت في جبل تلج غرقت. لا انت تخيل بقى ان ده فلك مهما كان برضه هو مصنوع من خشب ومواد بدائيه، انت بقى طوفان استمر ايام هذا عدد عشرات الايام، وعمال الموج عمال يلطش في الفلك رايح جاي، فازاي الفلك استحمل كل الامواج والمطر وكل الكلام ده؟ هو خشب برضه في الاول وفي الاخر. اقل حاجه يتقلب. بس يعني عايز اقول الفكره دي ونرجع للكتاب المقدس، ويمكن عايز اقارن ده بالاساطير اللي اتكلمت عن شويه طوفان. اغلب الاساطير كانت اللي فيها يعني تلميح كده المعنى زي طوفان يعني اتقال عنها، كان دايما بتصور الطوفان ده ان هو مكعب، حاجه كده مكعبه طول زي العرض زي الارتفاع، الفلك مش طوفان. فالفلك ده عمره ما هيثبت، ده بقوانين الملاحه يعني او صناعه السفن، ده عمره ما هيثبت، هيغرق فعلا. فالاساطير دي تقول لي انها مش حقيقيه، على عكس كلمه ربنا الابعاد بتاعه الفلك دي اللي هي 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع، دي ابعاد مثاليه جدا لسفينه، انها حتى لو كان الموج عالي او فيها طرات يعني رياح وحاجات زي كده انها تثبت ما تغرقش. ده فعلا دي حقيقه. بجانب طبعا ان الله حفظ الطوفان، يعني في جانب تاني ان الله هو اللي بيحفظ الناس والحيوانات وكل الكائنات اللي كانت جوه الفلك دي كلها، الله هو اللي بيحفظها. Length is about a football field and a half long. Its width is about two school buses wide, and its height is about three giraffes stacked. Okay, so if you can imagine that, it's really, really tall. If you want to get an idea, just stand at the end of the arc and look up. Okay, it's huge. It's about at the bow fin, which is right here. It's about 10 stories up, so it is really, really tall. In fact, its volume is equivalent to about 483 semi-trailers, so you can put a lot of stuff in that ark. Now, another way to get a sense of its size, sort of, is to compare it to boats that have been built in more modern times, like the Wyoming, which is about 450 feet long. It was a wooden ship as well. It's not quite as long as the ark, but pretty close. Now, it's not as big as things like the Titanic or the Queen Mary II, which are steel boats. Well, why is that? Because this isn't a leisure ship, right? Noah didn't need golf courses and shuffleboard and pools. I mean, not saying that wouldn't have been nice, but that wasn't the point, right? It was a survival cruise. That's what I always say. It wasn't about leisure. It was about surviving, and it needed to be a cargo ship because it had to carry animals and their provisions and the water and all of those things. So they had a very different intention than the Titanic or the Queen Mary II. Now, research has been conducted on the dimensions of the Ark to see how they were actually perfect for a cargo ship, because you have to take into account several factors like comfort, stability, and strength. And the Ark really falls dead center in the middle of that triangle. It's the best of all three worlds basically combined that you can get when you have to take all into account. Because if it were taller, longer, or wider, it would break apart, it would tip over, or the people and animals would be so sick that they wouldn't be able to survive. And now I say, well, of course it's perfect, because God's the one that gave the dimensions for it, and he knew exactly what needed to be done. There was even a group of Korean scientists back in the early 90s that wanted to do some modeling of the Ark to see if it would indeed be seaworthy. So they built a scale model, and they're not Christians to my knowledge, but they built a scale model, they put it out on the open ocean, and they said, would it work? What was their conclusion? Absolutely. Okay, that was the conclusion they drew. They wrote a research paper on that and said it's absolutely seaworthy. If it had been built, it could do the job. Well, again, of course it could. God designed it. أبعاد الفلك تقول إن هو يقدر يثبت في ال يعني الهندسة بتاعت الفلك. الهندسة بالضبط. الهندسة تقدر تخليه الأبعاد دي تقول إن هو فعلاً ideal، يعني يقدر يمشي في المية عادي ما فيش فيه مشكلة. بجانب حفظ الله
للفلك، في عمل إلهي، الله هو اللي قفل عليهم الباب، هو اللي كان بيحفظهم لغاية لما خرجوا من الفلك. حتى لو المواد المصنوع منها مواد بدائية أو هي مش بدائية قوي على فكرة، ده خشب قوي، حاجة قوية يعني، ومطلية برضو بعزل اللي هو المادة اللي هم طلوها بيها دي، دي كلها مواد، والطريقة اللي نقراها بيها في الكتاب المقدس ودينا إنها ده يعني الله مدي التفاصيل بوضوح لنوح إزاي يعمله، ونوح فعلا قعد أكتر من 100 سنة يعمل الفلك، فيعني فترة كبيرة بيعمله بدقة وبيساعد أولاده كده، فلا يعني ده مش حاجة أي كلام، القصة دي واقعية.